الحد بتاعنا على بسمه بوسيل والبوست بتاعها اللي عملته وقالت فيه حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا هاله. مين هاله دي؟ هاله دي منسقه السوشيال ميديا لتامر حسني واللي جابها من اسكندريه من اكتر من 20 سنه، وهو كان يعتبر متبنيها وكان شغاله معاه، وعلاقتها بقى بتامر انها عرفت تامر على المودلز وملكة جمال مصر اسمها يارا السكري، وهي تعتبر هي سبب خراب بيت تامر حسني زي ما تعتقد بسمة بوسيل.